مشروبات الطاقة مثل الريد بول، الاكس ال، المونستر، الباور هورس وغيرها اللي نسمع انها تضر العظام، الكلية، المعدة، الاسنان وحتى مصنوعة من مني الثور. بس هل هذا الاشي صحيح؟ وشو اصلا اضرار مشروبات الطاقة بناء على احدث الدراسات؟ واذا اول مرة تشوفني، معك هادي محميد من فلسطين، مدرب اونلاين معتمد دوليا وساعدت عدة ناس بخسارة الدهون وبناء العضلات. وهسه بس ملاحظة مهمة قبل ما نبدأ الفيديو، هدف الفيديو التوعية ومش اعلان ولا لاي شركة محددة. وثانيا ما بنصح بمشروبات الطاقة لأي شخص عمره أقل من 18 سنة أو إذا عندك أي مشاكل صحية. والفيديو موجه بالتفصيل للناس الأصحاء والبالغين واللي ما عندهم أي أمراض. تمام، أولا خلينا نشرح شو هي أصلا مكونات مشروبات الطاقة. وأشهر مشروب موجود هو الريد بول، وخلينا نشوف مكوناته وبعدها نقارنه بالسي 4 اللي يعتبر أشهر بري وورك. أول مادة هي اللي كثير من الصحف اللي قالت إنها مني الثور، وهي مادة التورين. بس أصلا هاي المادة موجودة باللحم والدجاج والأسماك وغيرها. والجرعة الموجودة بالريد بول هي 1000 ميلي جرام، وعلميا لحد 3 جرام تورين خلال اليوم ما شافوا انها سببت اي مشاكل. والتورين هو حمض اميني غير بروتيني، ويساعد بتحسين القلب والاوعية الدموية ووازن السوائل بجسمك، ويعتبر مضاد للالتهابات وغيرها من الفوائد اللي له. ثاني مادة الكافيين، وهي اللي بتعطي الطاقة والنشاط والتركيز، وجرعتها الموجودة بالريد بول 80 ميلي جرام، وتقريبا نفس الجرعة الموجودة بشوت واحد من الاسبريسو. بالنسبة للكافيين فاقصى كمية فحصوا انها ما بتسبب اضرار لما تاخذها دفعه واحده 200 ملي جرام، وهذا بناء على الاف دي اي والاي اف اس اي. اما خلال 24 ساعه فجرعه الكافيين تكون ما بين 3 ل 6 ملي جرام، يعني مثلا وزنك 60 كيلو فتضرب 3 ل 6 ملي جرام، فيعني جرعه الكافيين المسموحه لك تكون ما بين 180 ل 360 ملي جرام كل يوم. وينصح انك تاخذ الحد الادنى ومش انك توصل لاقصى حد بشكل دائم ومستمر، عشان انك تتجنب الاعراض الجانبيه والمخاطر. تقدر تاخذ الحد الادنى قبل التمرين ب 30 ل 60 دقيقه، وراح يساعد بتحسين الاداء. وبناء على الاف دي اي اذا اخذت 400 ملي جرام من الكافيين باليوم ما فيها مشاكل صحيه اذا انت شخص صحي وما عندك اي امراض. ولما تتجاوز الحد المطلوب بشكل عام وغالبا اللي راح يصير معك هو ارتفاع بضغط الدم، زياده بنبضات القلب، وجع بالبطن، اسهال، رعشه وغيرها. بس ايضا هاي يمكن تصير اذا جسمك حساس للكافيين، يعني في ناس اللي تاثر فيهم وتصيبهم هاي الاعراض الجانبيه حتى لو وصل للكافيين 200 او 250 ملي جرام باليوم. فالحل ببساطه انك تسمع لجسمك وتشوف. ثانيا انك تراعي جرعات الكافيين من مصادر ثانيه، يعني مش انك تشرب 2 او 3 مشروبات طاقه كل يوم وبعدها تشرب كوبين لثلاث اكواب قهوه وغيرها من المصادر الغنيه بالكافيين. هنا المشكله الاساسيه بالكميه اللي بتاخذها من الكافيين ومش بالصنف نفسه. حاول دائما انه الكافيين ما تاخذه قبل النوم كحد اقصى ب 8 ساعات، وهذا سواء من مشروبات الطاقه او القهوه او اي مصدر كافيين ثاني، بهدف انه ما ياثر على جوده نوم. عندي متدرب اللي دائما قبل ما يشترك معي كان يشرب اكس ال قبل النوم، واللي يتابعني من برا فلسطين فاكس ال هي اشهر مشروب طاقه موجود عندنا. فخلينا اكمل انه لما عرفت انه كان ياخذ الاكس ال قبل النوم قلت له ببساطه ابعد عن وقت نومه. فعليا اليوم اللي بعده قال لي انه حس بنشاط وطاقه اعلى بكثير من ما حس باخر فتره، والسبب ببساطه اني زدت من جوده نوم. وتوضيح، حتى لو كنت تشرب مصدر غني بالكافيين وتنام بعدها هذا مش معناه انه جوده نومك ما تاثرت، لانه سرعه النوم ما لها علاقه بجوده النوم. لانه لما جوده نومك سيئه راح تحس بتوتر اعلى وتعب وخمول وعصبيه وغيرها. شخصيا بشوفها مع صاحبي اللي بيشرب شاي وبنام، بس بنص اليوم دائما بيكون نعسان وتعبان وباخذ قيلولة طويلة، وهذا بسبب انه جودة نومه سيئة. تمام، هسا خلينا ننتقل لثالث مكون وهو السكر. كثير من الناس اللي بتقول انه مشروبات الطاقة رح تسبب السكر بسبب كمية السكر العالية اللي فيها. بس اولا في مشروبات طاقة من دون سكر، وتخافش السكر الصناعي ما بسبب سرطان طالما بتاخذه بالحد المطلوب، وهو لحد 40 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن جسمك. والعلبة الواحدة فيها ما بين 150 ل 200 ملي جرام اسبرتام، يعني بدك حوالي 15 ل 20 علبه يوميا عشان توصل لهذا الحد. ومش راح تزيد وزنك لانه فيش فيها اصلا سعرات، يمكن تسبب لك المحليات الصناعيه ضرر لما تبالغ فيها، تسبب لك الم بالمعده، وفي اقوال بعدها مش مؤكده انها بتاثر على البكتيريا بالجهاز الهضمي لما تبالغ بالكميه. بس بعد الموضوع مش واضح هل بتاثر بشكل ايجابي او سلبي او محايد، وهذا بسبب قله الدراسات بالموضوع. اما المشروبات الطاقه العاديه صح انه فيها سكر، والسكر هذا ما فيه الياف او فيتامينات او معادن او اي شيء، بس انه راح يعطيك طاقه، لانه السكر هو جلوكوز بالنهايه اللي يعتبر مصدر طاقه. احتياجك للسكر اليومي بيختلف ما بين شخص والثاني، ويعتمد على نشاطك وعلى هدفك، هل هو زياده الوزن او خساره الوزن. وفيش علاقه مباشره بين السكر ومرض السكري وزياده الوزن، بل سبب زياده الوزن وانك بتاكل اكثر من احتياجك وباستمرار ولفتره طويله. وحتى كميه السكر الموجوده بمشروبات الطاقه نفس الكميه الموجوده بالعصائر الطبيعيه والمشروبات الغازيه الثانيه وغيرها من المشروبات. هسه طبعا
بنصحك لما تاخذ مشروب طاقة خذ المشروب اللي بدون سكر بهدف توفر سعره، بس اذا بدك تاخذ اللي مع سكر ومصر على هذا الموضوع فخذه قبل نشاط بدني، يعني بدك تركض او بدك تتدرب ومش تاخذه وانت بتلعب البلاي ستيشن او قاعد مع اصحابك. ومن ناحية ثانية لو اغلب اكلك صحي بس خليت 10-20% من سعراتك اليومية من اكلات فيش فيها قيمة غذائية عالية، مثلا مشروب الطاقة مع سكر وغيرها، بهي الحالة فيش مشكلة. اما رابع مكون وهو الصوديوم، وبشكل عام الجرعة 100 ميلي جرام تقريبا، والصوديوم موجود بعدة اكلات مثل الملح، المأكولات المعلبة، الاجبان وغيرها. الحد اليومي للصوديوم بناء على الـ FDA يكون 2300 ميلي جرام، فيعني 100 ميلي جرام تعتبر جرعة قليلة. وخامس مكون هو فيتامينات ب، وهي الفيتامينات تساعد بتحسين الجهاز العصبي، تحسن من الدورة الدموية وغيرها. وموجودة هاي الفيتامينات بالحليب والدجاج والاسماك وغيرها. واذا توصل لاحتياجك من فيتامينات ب طبعا ما راح تفيدك الموجودة بمشروبات الطاقة، ولا تخاف ما راح تسبب لك تسمم اذا اخذتها باكثر من المطلوب، لانها تذوب بالمي ومش مثل فيتامينات ثانية زي الـ A الـ K وغيرها. فلو كانت الكمية اكبر من المطلوب راح تطلع من البول الله يكرمك. بس من ناحية ثانية اذا بلغت بفيتامينات ب واخذت كمية جدا كبيرة ولفترة طويلة راح تسبب لك مشاكل مثلها مثل اي شيء ثاني بتبالغ فيه. سادس مكون والاخير المنتشر ببعض مشروبات الطاقة هو الكارنتين، وهذا ما بفيد لانه امتصاص الكارنتين كسائل او كحبوب يعتبر ضعيف. فبعض مشروبات الطاقة تروج الكارنتين انه يحرق دهون، بس الحقيقة انه ما راح يفيد. وهيك عرفنا اشهر المكونات الموجودة بمشروبات الطاقة. خلينا نقارن سكوب من السي 4 واشهر بري ورك اوت مع الريد بول بدون سكر. اولا الكافيين بالسي 4 150 ملغ، اما بالريد بول 80 ملغ، يعني تقريبا الضعف. والاغلب ما باخذ ريد بول لانه فيها كمية كافيين عالية، بس الحقيقة انه فيها اقل من البري ورك. ثانيا المكونات الموجودة بالسي 4 كثيرة مثل السيترولين، البيتا الانين، فيتامينات ب وغيرها كثير، اما الريد بول بس فيتامينات ب وصوديوم وتورين. فعشان هيك بكل بساطة دائما الجرعة هي اللي تحدد الضرر. ونظريا السي 4 اللي كثير من المتدربين باخذوه يعتبر اخطر من الريد بول. هسا بعد ما عرفنا كل مكونات مشروبات الطاقة لازم ننتقل لشو الدراسات كالت عشان نشوف هل مشروبات الطاقة فعلا مضرة ولا لا، وبعدها راح اوضح الشائعات المنتشرة وشو هي فعلا اضرار مشروبات الطاقة. في بعض الدراسات اللي شافت انه مشروبات الطاقة تحسن من التركيز والطاقة وتزيد الاداء، وهذا بناء على موقع examin.com. وصراحة هذا الاشي طبيعي ومش لانها سحر، بكل بساطة لانه فيها كافئين. اما بالنسبة للدراسات اللي كان هدفها تشوف اضرار مشروبات الطاقة ففيش دراسات قوية اللي كانت بظروف محكمة وبنقدر ان نسند عليها، بس في دراسات شافت مثل وجع بالراس ومشاكل بالنوم، وهذا برأيي اشي جدا طبيعي بسبب سوء استخدامها. يعني مثلا واحد يأخذها قبل النوم، واشخاص اللي عندهم حساسية بالكافيين مثل ما ذكرت قبل. وفي ارتباطات ببعض الدراسات انك لما تأخذ مشروبات الطاقة رح تربطها باشياء غير صحية ثانية مثل التدخين، السناكات الغير صحية، الاكلات السريعة وغيرها. هنا برأيي السبب الشخص نفسه لانه قاعد بيستعملها لاسباب غلط، وفي مرات ناس ماتت بسبب انها شربت كمية جدا كبيرة من مشروبات الطاقة دفعة واحدة. وهين ايضا الاشي طبيعي لانه الجرعة دايما هي اللي تحدد الضرر، والمبالغة المفرطة باي اشي رح تسبب لك مشاكل واضرار. حتى لو شربت جالون مي دفعة واحدة رح تموت. يعني بناء على الدراسات قوية والمحكمة وبعد ما شفنا كل المكونات الموجودة بمشروبات الطاقة لا تعتبر مضرة، بس في لها ضرر اساسي اللي رح اشرحه بعد شوية مع الشائعات المنتشرة. وخلينا ننتقل للشائعات، واول شائعة انه مشروبات الطاقة فيها مواد كيميائية، وهي المقولة تيجي من واحد ما بيعرف اساسيات الكيمياء لانه كل اشي فيه مواد كيميائية. مثلا بهاي الصورة موجود عندك المواد الكيميائية الموجودة في عدة فواكه، وكل هاي العناصر والكلمات الغريبة هي عبارة عن فيتامينات ومعادن. ورجاء ما تفهمني بشكل غلط، مش قاعد بقول انه مشروبات الطاقة احسن من الفواكه، لا، بل قصدي ببساطة انه كل اشي فيه مواد كيميائية. ولو يجي ببالك انه المواد اصطناعية فتنساش انه ببداية الفيديو شرحنا كل المكونات المشهورة الموجودة بمشروبات الطاقة وشفت انها ما بتضر طالما بتاخذها بالحد المطلوب. اما ثاني شائعة مشروبات الطاقة بتسبب هشاشة بالعظام، وهذا بحجة انه فيها حمض الفوسفوريك اللي بسبب مشاكل بالعظام. بس اللي ما بيعرفوا الاغلب انه حمض الفوسفوريك موجود بعدة اكلات انه كلها يومية مثل اللحم، الاسماك، البيض وغيرها. والحجة الثانية لانه فيها كافيين، ومثل ما ذكرت انه الكافيين موجود بنفس الجرعة الموجودة بالقهوة، وما في اي دليل اثبت انه مشروبات الطاقة او حتى المشروبات الغازية بتسبب هشاشة بالعظام. كل الدراسات اللي بتطلع وبتقول هذا الموضوع انه المشروبات الطاقة او المشروبات الغازية بتسبب هشاشة بالعظام بتكون دراسات ارتباطية، واي واحد بيعرف اساسيات الدراسات يعرف انه الارتباط لا يعني السببية. ومثال على الدراسات ارتباطية عشان تعرف انها مش دليل اللي نسند عليه، فيعني بيروحوا عند ناس وبيسألوهم شوية اسئلة، شو بتعملوا؟ والله بيقول هذا الشخص انا بشرب مشروبات غازية وبوكل مثلا اكل سريع وعندي مشاكل صحية او مثلا هشاشة بالعظام، او باخذوهم وبيعطوهم ملف اسئلة زي الملفات اللي كنت تاخذها بالمدرسة وتجاوبها بسرعة، لا بمزح، بس بنفس النمط، ويرجعوا بعد كم سنة ويعطوهم نفس ملف الاسئلة ويشوفوا شو صار معهم ويبدوا يعطوا ارتباطات. بس الحقيقة
الحقيقة مرة ثانية إنه الارتباط لا يعني السببية، لأنه هاي الناس لا بتعرف نظامها الغذائي ولا نظامها التدريبي وهل بتتحرك ولا لا، وهل عندها نقص بفيتامين أو معدن معين ولا لا، لا بتعرف عن نومها ولا بتعرف عن أي شيء بحياتها، بس بيعرفوا إنه صار عنده هشاشة بالعظام ومن الأشياء اللي بيشربها مشروب طاقة أو مشروب غاز، فيقولوا والله في ارتباط بين مشروب الطاقة وهشاشة بالعظام. بس أنت أصلاً مش عارف شيء لا عن حياته ولا عن تمرينه، فكيف عرفت إنه السبب مشروب الطاقة؟ فهاي الدراسات ما بنعتمد عليها، ولحد هسه ما في أي دراسة محكمة اللي أثبتت إنه مشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية بشكل عام تسبب بشكل مباشر هشاشة بالعظام. أما ثالث شائعة إنها تخليك تموت ويصيبك أزمة قلبية. صراحة بالنسبة للمشاكل إنه غالباً بتيجي من تحسسك للكافيين أو إنك بلغت بجرعة الكافيين بدفعة واحدة أو على مدار اليوم، فهنا الحل ببساطة إنك تقلل الجرعة. أما بالنسبة للموت فوصلني تعليق على بوست شرحت فيه عن مشروبات الطاقة، واللي علق كتب لي أنا بعرف واحد شرب 7 ريد بول ومات بعد. يعني حتى لو نطلع على الموضوع من نظرة سطحية، 7 علب ريد بول والعلب الواحدة فيها 80 ملغ كافيين، يعني 7 فيهم 560 ملغ كافيين، وهي مش بس أكثر من الجرعة المطلوبة دفعة واحدة بل أصلا أكثر من الجرعة المطلوبة كل اليوم بال24 ساعة، فطبيعي إنه يصير مشاكل لأنه بالغ بالكمية. ولو نطلع على الموضوع من منظور ثاني، نفس الشيء رح يصير لو شربت مثلا 6 أو 7 كوب قهوة أو شاي وغيرها من المصادر الغنية بالكافيين، وطبعا بيعتمد على كمية الكافيين الموجودة فيها واللي أنت متعود عليها وعلى تحسسك للكافيين. شخصيا بعرف واحد اللي أخذ مكمل بري ورك أوت مع مشروب طاقة وكوباية قهوة وبعدها مباشرة أخذوه على المستشفى. السبب ببساطة إنه بالغ بجرعة الكافيين بدفعة واحدة، فالحل إنك تعدل بالكمية، وثانيا لما تأخذ مشروبات الطاقة خذها قبل نشاط بدني أو ذهني ومش وانت قاعد تلعب بالتيك توك أو تسهر مع أصحابك. مهم إنك تراقب جرعات الكافيين الثانية من مصادر اللي بتشربها، يعني مش تأخذ مشروب طاقة ومكمل بري ورك أوت وكوب قهوة وكوب شاي ومشروب غازي وغيره. بتلاقي لو حسبت جرعة الكافيين اليومية بتزيد عن 400 ميلي جرام وبشكل يومي، فهين أكيد رح يجيك أعراض جانبية مثل صداع، الرجفة، زيادة من نبضات القلب، ضغط الدم وغيرها. السبب ببساطة المبالغة بالكافيين. كل الدراسات اللي شافت إنه مشروبات الطاقة سببت مشاكل كانت لما الشخص يبالغ بمشروبات الطاقة ليوم أو لعدة أيام، وهذا الإشي طبيعي للمرة الألف لأنه لما تبالغ بأي إشي حيسبب لك مشاكل. أما رابع شائعة وهي زيادة الكالسيوم، والسبب بكل بساطة اللي استندوا عليه إنك لما تشرب مشروب طاقة أو مشروب غازي بتحس بنفخة بسيطة. الحقيقة والسبب الرئيسي إنك مليت بطنك، فطبيعي النفخة المؤقتة وبعد شوي راح تروح. أيضا مشروب الطاقة والمشروب الغازي بشكل عام في ماء غازي اللي راح يسبب نفخة بسيطة وراح تختفي بعد شوي، ونفس الشيء راح يصير لو إنك أخذت الوجبة وشربت معها مي. ومن ناحية ثانية تنساش إنه المشروبات الدايت ما فيها سعرات، وعشان تزيد وزنك لازم إنك تأكل أكثر من احتياج، فأيضا ما لها علاقة. فلهيك بعد ما عرفنا وشرحنا كل الشائعات، فضر مشروبات الطاقة الأساسي هو على الأسنان بسبب إنه في ماء غازي. إذا أنت من النوع اللي بتهتم كثير بأسنانك ما بنصحك تشرب، وتنساش من ناحية ثانية إنه المشروبات الغازية أيضا فيها ماء غازي. وهيك بكون لخصت كل إشي عن مشروبات الطاقة، فيعني ما بتسبب مشاكل إذا بتراعي جرعات الكافيين وبتخذها بكمية معقولة يوميا مثلا علبة أو علبتين، وما بتتخطى كمية الكافيين المسموح فيها باليوم. مصادر ثانية غير مشروبات الطاقة، ونصيحتي إنك تخذها قبل نشاط بدني أو ذهني ومش قبل ما تقعد مع أصحابك، ولا تنسى إنك تبعد عن وقت النوم على الأقل بثمان ساعات عشان ما تسبب لك مشاكل بالنوم وتوتر وقلق اللي من أسباب أي مصدر كافيين ثاني تأخذه قبل النوم، وضررها الأساسي على الأسنان وحتى لو بكميات صغيرة. أتمنى إنه الفيديو فادك، ويا ريت لو عندك أي سؤال عن مشروبات الطاقة وعندك دليل علمي أو نقد علمي شاركه بالتعليقات، وإذا حابب تشترك معي بخدمة تدريب الأونلاين رابط تقديم الاشتراك تلاقيه بالوصف، وشكرا على وقتك.